الجزء الثالث من الكورس بنبتدي فيه نتكلم عن الكوانتم ميكانيكس. الفكرة اللي ورا الكوانتم ميكانيكس وفكرة الكوانتايزيشن هي ببساطة انه البارتكل اللي بنتكلم عنه عادة هو الالكترون او اي بارتكل تاني ليه ويف بيهيفير، والويف بيهيفير هو اللي بيؤدي الى فكرة الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن باختصار معناها ان مش كل القيم متاحة. فكرة السلم، يعني أنا أقدر أقف على السلمة الأولانية أو السلمة التانية، بس ما أقدرش أقف إن بتوين. الإلكترون يقدر يلف في المدار الأولاني أو المدار التاني حوالين النيوكليوس النواة، ولكن ما يقدرش يكون موجود في مدار بين الاتنين. ففكرة إن مش كل حاجة متاحة أو فكرة القيم المحددة سواء energy, speed, momentum أي كمية، فكرة الكوانتايزيشن أصلها في الموضوع هو الويف behavior. ولانه الويف بروبرتيز ما بتبقاش واضحه للاجسام الكبيره التقيله اللي سرعتها قليله، اللي هي الاجسام اللي احنا بنتعامل معاها كل يوم، بنتعامل مع عربيه مع طياره، فالاجسام دي ما بيبانش منها ويف بروبرتيز، وبالتالي فكره الكوانتايزيشن مش باين. السلم بتاعها بتبقى السلالم قريبه من بعض قوي، كما لو كانت رامب او منحدر متصل كونتينيوس ما فيهوش ديسكريتايزيشن، ما فيهوش تقسيمات، ما فيهوش سلالم منفصلة عن بعض. ممكن تحط السرعة بتاعت العربية أي قيمة أنت عايزها، تخليها 100 كيلومتر لكل ساعة، 105، 107، 109 ونص، ما فيش حاجة تمنعك. مش باين فكرة السلالم، يعني مش مثلا أنت مضطر أنك تخلي سرعة العربية 100 كيلومتر في الساعة أو 120 وما تقدرش أي قيمة ما بينهم. لا، تقدر تحط أي قيمة، لأن فكرة الويف بروبرتيز أصلا مش باينة في العربية مثلا. هيبان القصص دي قدام لما نتكلم عن الويف بروبرتيز والستاندنج ويف بالذات، وازاي الستاندنج ويف بتخلي فيه شروط على البيهيفير بتاع الجسم. اللي هندرسه في الجزء الثالث ده، وهو الجزء الرئيسي في الكورس، قصه الويف فانكشن. الويف فانكشن دي اللي هي الداله او التمثيل الرياضي لموضوع الويف، اللي هنتعامل معاها كبديل للجسم المادي البارتكل، هي النظير لي اللي بيفسر البيهيفير بتاعه. يعني الالكترون مثلا بيبقى ليه بارتكل بروبرتيز، عنده ماس، والماس دي يحصل بيها كوليجن او يحصل بيها اتراكشن مع ماس ثانيه، وفي نفس الوقت كمان ليه ويف بروبرتيز، يعني يحصل له ديفراكشن ويحصل له انترفيرنس. وات ا تايم، في لحظه ما، انا بشوف وان اوف ذا تو سايدز، انا بشوف يا الجانب ده يا الجانب ده، بشوف يا البارتكل بيهيفير يا الويف بيهيفير، ما بشوفش الاثنين مع بعض. الاثنين دايما موجودين. مش بيحصل انه الالكترون، من الحاجات اللي الناس يعني بتتلخبط فيها، انه الالكترون يختفي من الوجود كجسم ويتحول الى موجه، او يكون موجه ويتحول الى جسم. لا، هي الفكره مش كده. هي الفكره ان الجسم موجود والويف موجوده دايما، لكن الجانب منهم اللي بيطغى، اللي بيدومينيت البيهيفير، ممكن يكون ده او ده حسب ظروف الاكسبيرمنت. احيانا بنشوف منه الجانب ده او الجانب ده، زي وجهين لعمله واحده. في وصفنا للويف فانكشن دي اللي هي هتوصف الحكايه كلها، هنعدي على شويه رياضه فيها موضوع الايجن فاليو بروبلم، اللي فيها يعني ايه اوبريتور، يعني ايه ايجن فاليو، يعني ايه ايجن فانكشن. بعد كده هنتكلم عن اكسبكتيشن فاليوز، القيم المتوقعه او المتوسطه، يعني اكسبكتيشن دي عامله زي افريج، يعني لان قيم اللي تخص الوصف بتاع البيهيفير اللي هي سواء سبيد او انرجي او مومنتم، ما بتبقاش قيم محدده بشكل ديترمينستيك. يمكن قلنا في الجزء اللي فات ان الموضوع اصبح probabilistic، اصبح فيه probability او احتماليه انه يكون المكان او المومنتم او الانرجي او السبيد تبقى ليها قيمه، وفي احتمال ان يبقى ليها قيمه ثانيه، وفي احتمال يبقى ليها قيمه ثالثه، وما بقاش التعامل مع قيمه محدده، هنتعامل مع الافريج او الاكسبكتد فاليو. القصص دي كلها بتصب في المعادله المشهوره جدا، واحده من اشهر معادلات في التاريخ، شرودنجر ويف ايكويجن. دي معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه، سكند اوردر ديفرنشال ايكويجن، اللي بتوصف الجسم كويف. والمعادله دي هي اخت معادله الويف بتاعه الالكترومغنيتيك فيلد اللي عملها ماكسويل، واللي هما الاثنين اخوات المعادله بتاعه الويف سكند اوردر ديفرنشال القديمه خالص، اللي كانت معروفه من يمكن 200 سنه فاتوا، لما الناس كانوا بيتكلموا عن الموجه الميكانيكيه على حبل او على وش الميه. كلهم في الاخر نفس المعادله التفاضليه الدرجه الثانيه، سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن بتاعه الويف المشهوره قوي قوي قوي. في شويه رياضه هنحتاجها عشان نحل المعادله التفاضليه دي، ولاكيلي احنا محظوظين ان هيكون ان بارلل معانا كورس الرياضه شغال،
ويكونوا الطلبة دخلوا في موضوع الديفرنشال ايكويجن من السكند اوردر، فده هيسهل علينا شوية الشغل بتاعنا. ده بحسب الكورس 2017 في المين ستريم يعني. ابلكيشنز على شرودنجر ايكويجن بقى، هنحل شرودنجر ايكويجن هي سكند اوردر دي، هنحلها كذا مرة في ظروف مختلفة ونطلع نتائج مختلفة، ودي هتبقى يعني جزء متقدم في بارت 3 قدام شوية. القصة ابتدت لما دي برولي اقترح عكس اللي قاله اينشتاين، الريفرس فينومينا او الفكرة العكسية، انه اذا كان على كلام اينشتاين يعني الفوتون اللي هو شوية انرجي ممكن يكون ليها بارتكل بيهيفير، ممكن البارتكل اللي ليه اللي هو جسم مادي حقيقي عنده ماتيريال زي الالكترون او البروتون او وات ايفر، ممكن يكون ليه بقى ويف بروبرتيز. يعني هو راح مشي في السكه العكسيه، واقترح انه اللامدا او الويف لينكس بتاع الويف اللي بتمثل الجسم بيمثل بيساوي اتش على المومنتم بتاع الجسم، اللي هي نفس الريليشن اللي كان عملها اينشتاين، بس هو كان قال ان المومنتم بتاع الفوتون لو انا هتعامل بقى مع الفوتون كما لو كان بارتكل يعني سميناها ماسس بارتكل، كان بيقول المومنتم بيساوي اتش على اللامدا بتاعت الفوتون، فاللامدا هي الخاصيه الموجيه وبيطلع لها المومنتم المكافئ ليه. دي برولي قال ان في لامدا مكافئه للخاصيه الجسيميه او البارتكل بروبرتي اللي اسمها المومنتم بي، فهي نفس المعادله بس كده رايح وكده راجع يعني. فدي برولي قال انه في ويف بروبرتي للجسم، واحنا دلوقتي عايزين نوصفها، هنسمي الويف اللي بتمثل الجسم بالرمز ابساي، وفي ناس بينطقوها ساي من غير البي، ودي هنسميها الويف فانكشن، الساي دي هنسميها الويف فانكشن او الستيت فانكشن. الكلام ده هيبان قدام شويه، فاحنا مؤقتا يعني ممكن نسميها بساي الويف فانكشن او الداله بتمثل الموجه بتاعت الجسم. من الحاجات اللي احنا استعرضناها قبل كده على فكره ان البيهيفير بتاع الجسم بيكون ويف، ان لو انا عندي مسدس الكترونات الكترون سورس او الكترون جان وانطلق منه بيم اوف الكترونز وعدى فتحه ضيقه، مش هيحصل زي ما نيوتن كان يتوقع انه الالكترون تكمل على طول وتخبط في الشاشه، على كلام نيوتن يعني انه الالكترون ده جسم وما خبطش في جسم تاني وما تعرضش لاي فورس، فطبيعي انه يكمل في نفس الدايركشن ما يتغيرش. لكن اللي بيحصل انه الدايركشن بيتغير، في شويه الكترونات بتكمل على طول وفي شويه بيحصل لهم انحراف او ديفليكشن لفوق ولتحت بالشكل او الباترن اللي بيمثل ديفراكشن بتاع تجربه ويف عاديه خالص. ونفس الفكره لما كنا بنضغط مسدس الكترونات على فتحتين بيظهر لي الكترونات على الشاشه في اماكن مختلفه بنفس الباترن او بنفس النموذج او الشكل اللي فيه فرنجس مشهوره قوي، موضوع الفرنجس او الاهداب المنوره والمظلمه اللي كنت بحصل عليها لو كانت التجربه تجربه ضوء، اللي هي يانجز دبل سليت اكسبيرمنت المشهوره خالص. فده شكل التوزيع بتاعت الالكترونات اللي بعد الدبل سليت انترفيرنس بروبلم، وده بعد الديفراكشن من فتحه واحده. طبعا هي الموضوع بتاع الدبل سليت ده فتحتين كل فتحه بيحصل فيها الديفراكشن بتاع الفتحه الواحده اللي هو دي، يعني دي لوحدها بيحصل ديفراكشن، واللي بيديفراكت من هنا واللي بيديفراكت من هنا بيعملوا مع بعض انترفيرنس وكلام من ده. ماكس بورن، وده كان من احد الاسامي المهمه في الاوبتكس، اقترح فكره انه الابساي او الويف فانكشن بتعبر بشكل ما عن البروبابيليتي بتاعت ان انا الاقي الجسم. يعني هو قال بشكل ما يعني انه زي ما احنا عارفين في الويفز او في الاوبتكس انه كان المودولس او القيمه المطلقه بتاع الالكتريك فيلد تربيع، ده بيمثل الانتنسيتي يعني بتناسب طرديا، او الانتنسيتي بتاعت او الباور بتاعت الويف بتتناسب طرديا دايركتلي بروبورشنال لمودولس اي سكوير. فكل ما المودولس اي سكوير ده يكون اكبر معناها انه انتنسيتي او باور بتاعت الموجه بتكون اكبر، واحنا عرفنا من وجهه نظر مودرن فيزيكس ان انتنسيتي اعلى او باور اعلى معناها فوتونات كتير. فهو نظر الى انه الالكتريك فيلد مودولس تربيع ده لما يكون كبير، يعني انتنسيتي او باور كبيره بتاعت الويف يعني فوتونات كتيره، بالتماثل او التناظر او بالانالوجي يبقى الناحيه الثانيه لما يكون مودولس ابساي تربيع كبير، ابساي هنا اللي هو الويف فانكشن بتناظر الالكتريك فيلد الناحيه الثانيه عند الاوبتكس او عند الويفز. فلما يكون مودولس ابساي تربيع ده كبير معناها ان في الكترونات كتير، لما يكون مودولس ابساي تربيع ده قليل معناها الكترونات قليله، او بمعنى ادق البروبابيلتي لما يكون مدرس ابساي تربيع ده رقم اكبر يبقى فيه probability اكتر ان انا الاقي الكترونات في هذا المكان، لما يكون اقل يبقى فيه probability اقل. فالفكره بتاعت ماكس بورن دي انه الابساي هنا بتناظر الالكتريك فيلد هناك، وان التربيع بتاع مودلس ده وتربيع مودلس ده ليهم معاني شبه بعض، هنا معناها فوتونات كتير، هنا معناها الكترونات كتير او اجسام كتير ان جنرال، او بمعنى اخر مش عدد نقول probability
احتماليه. فهي الفكره دلوقتي انه الابسايد دي عايزين نبتدي نوصفها واحده واحده. ما هي الابسايد؟ الابسايد دي المفروض انها الفانكشن الرياضيه او الداله الرياضيه اللي هتمثل الجسم، وبالتالي لابد ان تحمل معلومات عن الجسم، لابد ان تكون الابسايد دي فانكشن في اكس وواي وزد وتي، حيث اكس واي زد دول هو مكان الجسم، وتي ده هو الزمن اللي بدرس عنده موقع الجسم. فابساي دي كفانكشن من المنطقي انها تكون فانكشن في اكس واي وزد وتي. والفاليو بتاعت ابساي شايله جواها شويه معلومات، شايله جواها معلومات الكينيتيك انرجي بتاعت الجسم، البوتنشال انرجي بتاعت الجسم، ومعلومات تانيه المومنتم والسبيد ولازم منه. وبالتالي لازم ابساي تكون سنجل فاليود، يعني قيمتها قيمه واحده عند النقطه الواحده، ولازم تكون داله متصله كونتينوس، ولازم تكون داله ناعمه او سموث. وعشان تكون داله ناعمه لازم يكون الفيرست ديريفاتيف او التفاضل الاولاني بتاعها داله كونتينوس او متصل. ليه بقى الكلام ده؟ الصفات الثلاثه دول احنا هنفهمهم قدام حاجه بسيطه. ليه لازم تكون الفانكشن دي سنجل فاليود وكونتينوس ويكون سموث او ناعمه؟ يعني التفاضل الاولاني بتاعها يكون هو كمان كونتينوس. الابساي في حد ذاتها ملهاش فيزيكال انتربريتيشن قوي، بمعنى ان ملهاش معنى. هي ابساي في الحقيقه ما هياش كميه فيزيكال بتتقاس، يعني الالكتريك فيلد الناحيه الثانيه عند الويفز ده حاجه بتتقاس، اقدر اقيسها كميه حقيقيه ريل، يعني تتقاس وليها فاليو. الابساي ما هياش حاجه تتقاس، مفيش مقياس للابساي، مفيش وسيله قياس جهاز احطه كده اقيس بيه الابساي، مفيش حاجه زي كده. فالابساي في الحقيقه ما هياش حاجه حقيقيه، ما هياش حاجه ليها فيزيكال انتربريتيشن. احنا كل اللي نقدر نقوله ان المودلس بتاعها تربيع يمثل البروبابيلتي، بس ما نقدرش نقول اكتر من كده. وعلشان ده الابساي دي ممكن تكون كومبلكس كوانتيتي، كميه مركبه، وممكن تكون نيجاتيف، مش مهم. انا اللي يهمني مودلس ابساي تربيع بتاعها. فالمودلس هيشيل الكومبلكس ده، هيحوله لقيمه حقيقيه يعني، وهيشيل السالب بتاع النيجاتيف. فهي الفكره دلوقتي ان ابساي فيها الصفات دي كلها، انها فانكشن في اكس واي زد تي، ان جواها شايله معلومات الكينيتيك والبوتنشال انرجي واشياء اخرى. مودلس ابساي تربيع يمثل البروبابيلتي، وانها لازم تكون سنجل فاليد كونتينوس وتكون ناعمه، يعني الفيرست ديريفيتيف بتاعها يكون كونتينوس. وكل ده هيبان دلوقتي في الامثله اللي جايه. فماكس بورن قال ان مودلس ابساي تربيع اللي هو يعني زي اي كميه تانية، بجيب المودلس بتاعها تربيع بضرب الكميه ابساي في الكومبلكس كونجكت بتاعها او المرافق العددي ابساي في ابساي ستار، يديك مودلس ابساي تربيع. قال ان ده يمثل البروبابيلتي ان الاقي الجسم، وبالتالي مجموع البروبابيلتيز في جميع الاماكن لازم يكون واحد. يعني لو مثلا كنت بدرس منطقه من اكس معينه لاكس معينه، نفترض ان اكس بتساوي 1 متر لاكس بتساوي 2 متر مثلا، هقول ان البروبابيلتي ان الاقي الالكترون هناك مثلا 50%. في المنطقه من اكس ب 2 متر ل 3 متر البروبابيلتي 20%، من اكس ب 3 متر لاكس بتساوي 5 متر 30%. المفروض ان مجموع البروبابيلتيز في جميع الاماكن يساوي 1، وده اللي بنعبر عنه رياضيا انه الانتجريشن على كل الاماكن اللي في الدنيا من نص انفينيتي لانفينيتي مودلس ابساي تربيع على جميع الابعاد. المفروض دي في ده اختصار دي اكس دي واي دي زد، وان ده تريبل انتجرال، ده تكامل ثلاثي على جميع الابعاد الاكس والواي والزد. المفروض ان هذا الانتجريشن بيطلع لي 1، لان هذا الانتجريشن هو تجميع المودلس ابساي تربيع على او مجموع البروبابيلتيز على جميع الاماكن. لو كانت المسألة one dimensional problem فيبقى integration modulus psi squared دي x بس أو دي y بس أو دي z بس. لو كانت مشكلة في أو problem يعني في بعدين، هيبقى integration على دي x دي y، ولو كانت ثلاثة أبعاد يبقى دي x دي y دي z. ومن هنا احنا ممكن نستنتج انه اليونت بتاعت ابساي بتساوي كام؟ يعني الابساي على بعضها كده لو احنا بندرس مساله في ثلاث ابعاد، هيبقى المفروض ناحيه اليمين ده dimensionless ما مش ابعاد، ده probability تديني حاجه ملهاش دايمنشن كام في المية وخلاص يعني. ويبقى الانتجريشن طرف الشمال ده لازم يكون ليه نفس اليونت اللي هي ولا حاجه، وبالتالي هنا لازم اللي جوه الانتجريشن دي فوليوم ده يعني متر مكعب، يبقى مودلس ابساي تربيع متر مكعب، ويبقى الابساي واحد على جذر متر مكعب. اللي هيحصل ان احنا هندرس ابساي من جوه المعادله بتاعت شرودنجر قدام شويه، ودي المعادلة التأسيسية اللي دايما بنحتاجها في دراسة الموضوع بتاع كوانتم ميكانكس. دي زي النظير بتاع قانون نيوتن الثاني في الميكانيكا،
ده القانون التأسيسي اللي اتبنت عليه كل الميكانيكا. فشرودنجر ايكويجن الناحية دي هي نظير نيوتن الناحية التانية، نيوتن سكند لو. نشوف حكاية بقى الثلاث صفات اللي احنا قلناهم من شوية، انها سنجل فاليو وكونتينيوس وانها لازم تكون دالة نعم. ليه؟ لو بصينا في الشكل ده مثلا نمرة ايه، دي ما هياش سنجل فاليود ابساي. ليه مش سنجل فاليود؟ لانه انا لو وقفت عند اكس معينه هلاقي كذا فاليو من ابساي، ادي ابساي وادي ابساي تانية وابساي تحت، وانا عارف ان مودولس ابساي سكويرد لازم يمثل في النهايه ايه، probability. ومش معقول ان اقول ان probability في نفس المكان اكس بيساوي كذا في كذا probability قصادها، ان انا عند هذا المكان احتماليه ان الاقي الالكترون 10% او 20% او 30% ملهاش معنى، ده كلام فارغ. وبالتالي لازم تكون ابساي دي سنجل فاليود، يعني قيمه واحده في المكان الواحد. وعلشان كده في الفيجر اللي هي نمره اي ده هنا، ده ما ينفعش الكلام ده كده، دي لا تصلح انها تكون ابساي. هو السؤال اللي هنا يعني مين من السته دول ينفع يبقى ابساي ومين ما ينفعش according to the category اللي احنا وصفناها. طيب نشوف الباقي، يعني سنجل فاليو بانت مشكلتها هنا. طيب انها تكون داله كونتينيوس، داله متصله. هنا مثلا دي داله مش كونتينيوس، داله مش متصله بوضوح، الداله هنا مكسوره. وبرضه ده مرفوض لان مودولس ابساي سكويرد يمثل probability. يعني ايه؟ يعني هربع الابساي، الابساي لو بالصفر دي تعتبر فاليو ما فيهاش مشكله، يعني ابساي مودولس تربيعي يطلع صفر، يبقى احتماليه وجود الجسم عند هذا المكان بيساوي صفر، اوكي ده كلام لطيف. لو جينا الناحيه دي مودولس ابساي تربيع هنا بيساوي صفر، ده كلام برضو كويس، معناها ان الجسم مش معقول يكون موجود هنا، هنا مفيش احتماليه صفر. لكن ان تكون الداله مفتوحه كده، تكون مش كونتينوس فانكشن، تكون داله مكسوره، ايه التربيع بتاع الكلام ده؟ معرفوش. وبالتالي probability هنا كام؟ معرفهاش. في فرق بين ان انا اقول probability بصفر او بقيمه، او ان اقول probability مش معروفه خالص. مش معروفه خالص ده مرفوض، مفيش حاجه اسمها معرفهاش. انت ممكن تقول ان الجسم مش هيتواجد هنا ويبقى البروبابيلتي بصفر، ماشي اوكي مفيش مشكله في دي. لكن تقول معرفش، هنا ابساي قيمتها معرفهاش، وبالتالي مدرس ابساي تربيع معرفهاش، وبناء عليه اصبح انه الداله هنا لا تمثل فعلا البروبابيلتي، وبالتالي لا تصلح انها تكون ابساي. احد الشروط في وصف ابساي الويف فانكشن انه تعبر عن البروبابيلتي بتاعت الجسم، وده مش متحقق في الداله، في الداله المكسوره، الداله الديسكونتينيوس اللي هنا. فبرضه الشكل النمرة دي ده لا يصلح إنه يكون إبساي. الشكل نمرة إيه مثلا، الشكل نمرة إيه فيه مشكلة إن هو ده اللي مش ناعم، يعني قيمة إبساي بتساوي صفر ناحية الشمال، وقيمة إبساي بتساوي حاجة كونستنت ناحية اليمين. النقطة اللي هي إكس بيساوي صفر، هذه النقطة نقطة أولا ديسكونتينيوتي، الدالة هنا مكسورة قفزت من قيمة صفر لقيمة ثابتة. انت ممكن تقول ببساطه كده انا ما اعرفش اجيب الليمت او النهايات عند النقطه اكس بيساوي صفر، يعني تبسط لها كمساله ليمت او نهايات. النهايه من ناحيه اليمين او الليمت من ناحيه اليمين والليمت من ناحيه الشمال ما بيساووش بعض، يبقى دي داله مكسوره، داله مش كونتينيوس. وبالتالي برضو هنا هلاقي اتنين فاليوز للبروبابيلتي، يعني اقدر اقول ان مودلس ابساي تربيع قبل اكس بيساوي صفر، يعني عند اكس بيساوي زيرو وعلامه ماينس من فوق الزيرو، يعني جاست بيفور اكس بيساوي زيرو، هناك الابساي بتساوي صفر وبالتالي البروبابيلتي صفر. جاست بعد اكس بيساوي صفر الابساي ليها قيمه، وبالتالي probability اللي هي ابساي تربيع ابساي مدرس تربيع ليها قيمه، وبناء عليه هنا في قيمتين probability عند نفس المكان وده مرفوض. طيب لو جينا للشكل نمره بي، هنا مفيش مشكله، دي داله continuous single valued وناعمه ما فيهاش حاجه مكسره. لو جينا لنمره سي، هنا داله فيها مشكله، الداله دي ايوه continuous ما هياش مكسوره، الداله سنجل فاليود ايوه كل نقطه اكس فيها قيمه ابساي واحده، ولكن النقطه بتاعت البروز اللي هنا دي نقطه مكسوره، دي نقطه يعني ايه، دي تخلي الداله مش ناعمه. طيب يعني ايه تخلي الداله مش ناعمه؟ لو الداله مش ناعمه ده انا بكتشفه ازاي، يعني ازاي اكتشف ان الداله مش ناعمه، ان الداله ما هياش سموث؟ بكتشف ده بالتفاضل، يعني لو جيت افاضل، التفاضل هو ان انا ارسم خط مماس او تانجنت واجيب السلوب. فالمماس هنا في الاول ليه قيمه بوزيتيف، وبعدين هنا مثلا ليه قيمه بوزيتيف اقل شويه، هنا ليه قيمه بوزيتيف اقل شويه. المماسات من ناحيه اليمين بقى هنا نيجاتيف، نيجاتيف ويقترب من الصفر، يعني الخط هتلاقيه ايه مسطح قوي يعني. هنا نيجاتيف يعني اعلى،
يقترب من الانفينيتي، لان الخط بيبقى تقريبا يعني قرب على الراس، يعني الخط الراسي ميله بالانفينيتي. فهي الفكره القصد يعني انه هتيجي عند النقطه دي وتلاقي الدي اب ساي باي دي اكس من ناحيه الشمال والدي اب ساي باي دي اكس من ناحيه اليمين، ده موجب وده سالب من غير ما اعدي على نقطه فيها الدي اب ساي باي دي اكس بيساوي صفر. يعني لو رسمت دي اب ساي باي دي اكس لهذه الفانكشن هلاقي قيم موجبه ناحيه الشمال، قيم سالبه ناحيه اليمين، وفي نقطه اللي هي البروز ده او النتوء اللي هنا ده الدي اب ساي باي دي اكس هناك ما اقدرش اعملها ديفينيشن، دي نقطه بارزه في الفانكشن. لو جيت ارسم مماس ممكن ترسم مماس باي احتمال لانها نقطه بارزه، ممكن ترسم كده اهو، ممكن ترسم كده اهو، يترسم اي حاجه. الداله بقى اللي من النوع ده اللي فيها البروز ده اللي فيها داله اللي هي تبقى داله مش ناعمه او دي بسايد باي دي اكس بتاعها مش كونتينيوس، يعني الداله دي برضو لا تصلح انها تمثل ويف فانكشن، لان انت لو جبت المودلس اب سايد بتاعها سكويرد هتلاقي في مشكله، هتلاقي انه في تغيير مفاجئ في البروبابيلتي، في بروبابيلتي ناحيه الشمال وبروبابيلتي ناحيه اليمين، القيمتين حوالين النقطه دي مختلفين بشده، والتغيير من هنا لهنا تغيير مش ناعم، تغيير مفاجئ. التغيير المفاجئ في البروبابيلتي مرفوض، ما ينفعش ان جسم اجي مثلا اقول ايه قيمته البروبابيلتي هنا مثلا 60% وبعدها على طول 10%، لا انا لازم انزل بالبروبابيلتي من نقطه لنقطه بالتدريج، مثلا البروبابيلتي 60% تبقى 50 40 30 20 10. التغيير المفاجئ في البروبابيلتي اللي هو يعني ترجمه البروز ده ده مش مقبول فيزيائي، لازم يكون داله ناعمه زي كده. دي هنا تغيير فيها واحده واحده كده، البروبابيلتي بتتغير من صفر الماكسيمم لصفر تاني، ده لطيف خالص. الداله دي فيها مشكله، دي ما فيهاش مشكله برضه، دي تصلح انها تكون نفسها، لان اللي هيحصل انه الكونتينوس فانكشن وسنجل فاليود والداله ناعمه ما فيهاش بروزات، فبالتالي ما فيش مشكله في الفانكشن. في فانكشن هنا ابساي بيساوي a e باور الفا اكس، لو انت حطيت اكس بتساوي ما لا نهايه هنا واكس بناقص ما لا نهايه، يعني دول اخر الفانكشن يمين وشمال، يعني اكس عند سالب ما لا نهايه هنا بتؤدي الى ان ابساي بيساوي a في e باور الفا اكس حيث اكس بناقص ما لا نهايه. لو اعتبرنا الفا رقم موجب هيبقى البتاعه دي في الاخر تطلع صفر، ابساي بيساوي صفر رقم مقبول مفيش مشكله. لو رحنا ناحيه اليمين بقى اكس اللي هتوصل لما لا نهايه هتحط اي باور الفا اكس حيث اكس بما لا نهايه، تطلع ابساي بيساوي ما لا نهايه، برضه مش من المقبول ان ابساي تكون بما لا نهايه لان المودلس بتاعها تربيعي يساوي ما لا نهايه، يعني في probability ما لا نهايه مفيش حاجه اسمها كده، فبرضه ما ينفعش الابساي تتند الى تنس تو انفينيتي، ما ينفعش غير مقبول، لازم الفانكشن تبقى مقفله يعني تنس تو زيرو، يعني كل ما ابعد اروح في الاكس البعيده يمين او الاكس البعيده شمال انفينيتي وسالب انفينيتي الاقي الفانكشن بتقفل على صفر كده علشان يبقى البروبابيلتي ليها معنى. البروبابيلتي هي الانتجريشن بتاع ابساي تربيع مودلس ابساي تربيع دي اكس مثلا، فالانتجريشن المساحه تحت المنحنى، لو كان بقى المنحنى بيتند لانفينيتي هتبقى المساحه اللي تحته انفينيتي، يعني البروبابيلتي من انفينيتي ما ينفعش كده، لازم يكون داله مقفله. كاكزامبل رياضي على القصه دي بيقول لي ان عندي ابساي نفترض انها جيفن بالفانكشن دي كونستانت اكسبوننشال ناقص مودلس اكس على اكس نوت، سي واكس نوت دول قيمتين ثوابت، مودلس اكس ده اللي هو القيمه المطلقه للاكس، الداله دي لو انا رسمتها هيطلع منظرها بالشكل ده، ناحيه اليمين الفانكشن دي شكلها ايه، مودلس اكس ناحيه اليمين بيساوي اكس، وبالتالي هتبقى سي اي باور نيجاتيف اكس على اكس نوت، فدي اكسبوننشال ديكي كده. ناحيه الشمال برضو لو عوضت بقيم اكس حتى سالبه يعني السالب ده يخش جوه المودلس يطلع موجب، وبالتالي يبقى سي اي ناقص حاجه موجب على اكس نوت برضو اكسبوننشال ديكي ناحيه الشمال. المودلس اكس ناحيه الشمال ببدله بسالب اكس لو انا عايز رياضيا، يعني مودلس اكس ده ناحيه اليمين بيساوي اكس وناحيه الشمال بيساوي سالب اكس، افتكرها ازاي او انا اتاكد ازاي؟ ناحيه اليمين لو اكس ب 3 المودلس بتاعها هيساوي 3، يبقى الاكس والمودلس بتاعها الاثنين متساويين، فناحيه الشمال مودلس اكس المودلس بتاع سالب 3 بيساوي سالب 3 بيساوي 3، وبالتالي الاكس والمودلس اكس في بينهم فرق اشاره. طلب مني ان انا اجيب الكونستانت سي والكونستانت اكس نود ايه علاقتهم ببعض، فهنا هستعمل الشرط ده انه انتجريشن من ناقص انفينيتي انفينيتي مودلس اوف سكوير دي اكس يساوي 1، دي مساله فون دايمنشن، وال الشرط ده احنا بنسميه في الرياضه النورماليزيشن كونديشن. كلمه نورماليزيشن دي هتعدي علينا كتير، نورماليزيشن يعني ايه؟ يعني انت تاخد الفانكشن كده تحت شرط معين تساويها بواحد،
فهنا تكامل مودلس اي بي تربيع دي اكس بيساوي 1، ده كده نورماليزيشن بتاع مودلس اي بي تربيع. نورماليزيشن يعني انك تخلي الحاجه تبقى ايكوال ل 1، او الماكسيمم بتاعها يبقى ايكوال ل 1. يعني القصد يعني احنا بنسميه النورماليزيشن كونديشن، وده هيبان منه انواع قدام يعني في الرياضه مش قصتنا دلوقتي. فالانتجريشن من نص انفينيتي لانفينيتي مودلس اي بي تربيع دي هبدلها بالكلام اللطيف ده، فهيبقى بالمناسبه دي داله ريل، داله حقيقيه، فالمودلس بتاع ابساي هو ابساي مش فارقه، لانه هنا مفيش حاجه مركبه، مفيش حاجه ايماجينري، مفيش كومبلكس يعني. فمودلس ابساي او ابساي سيان، فبالتالي هيبقى عندي مودلس ابساي تربيع هو ابساي تربيع، فيبقى سي سكوير دي اي باور ناقص 2 مودلس اكس على اكس نود. انا عارف ان الانتجريشن ده هو الاريا اندر ذا كيرف، فين الكيرف؟ ادي الكيرف اهو، فالاريا اندر ذا كيرف هي المنطقه تحت الكيرف بينه وبين محور اكس يعني. وانا شايف سيمتري انه التكامل من انفينيتي لانفينيتي هو ضعف التكامل من صفر لحد انفينيتي، فلتسهيل الرياضه يعني من بدل من التكامل من انفينيتي لانفينيتي هيبقى 2 تكامل من صفر لانفينيتي. وناحيه اليمين بقى الفانكشن هيبقى فيها المودلس اكس، اشيلها احط اكس زي ما اتفقنا، ويبقى ده تكامل سهل ينتهي فيه الى انه التكامل ده لما اساويه بواحد هوصل الى ان سي بتساوي 1 على جذر اكس نوت. عرفت السي بكام؟ ارجع احطها هنا في المعادله، خلاص عرفت السي بداله اكس نود. وبالتالي المطلوب الثاني انا عايز البروبابيلتي ان انا الاقي الجسم في المنطقه من ناقص اكس نود لاكس نود. البروبابيلتي هي الانتجريشن بتاع مودلس اي تربيع دي اكس، المنطقه اللي انا مهتم بيها دلوقتي من ناقص اكس نود لاكس نود وليس من ناقص انفينيتي لانفينيتي. يبقى الانتجريشن ده نفس الشغلانه، 2 من صفر لاكس نود، المره دي بس السي تربيع اللي عندي اشيله حطها واحدة على اكس نود، تكامل لطيف كده يطلع لي في الاخر 86 وشويه في المية. وده معناه انه انه الجسم احتماليه وجوده في المنطقه من ناقص اكس نود لاكس نود احتماليه كبيره قوي 86 75%. احتماليه وجوده خارج هذه المنطقه يعني خارج المنطقه من ناقص اكس نود لحد اكس نود، اكس نود ده يطلع كام انا ما اعرفش، احنا حالين مساله بالرموز يعني، ممكن تبقى مساله بالارقام، مثلا اكس نود ده ب2 مثلا، ويبقى ساعتها السي بيساوي 1 على جذر 2، ويبقى ساعتها المنطقة اللي هي فيها احتمالية 86% دي من ناقص اكس نود لاكس نود، يعني من ناقص 2 ل 2 مثلا يعني. المهم يعني اكس نود ده جوه منطقة سالب اكس نود لاكس نود الاحتمالية 86 و75%، خارج المنطقة دي الباقي بقى اللي هو كام؟ 1 ناقص هذه الاحتمالية يعني كام؟ يعني 13.25%. خارج المنطقة دي اللي هو من ناقص اكس نود لاكس نود، خارجها يعني فين؟ يعني من اكس نود لانفينيتي ناحية اليمين ومن سالب اكس نود لسالب انفينيتي ناحيه الشمال. مجموع البروبابيلتيز في المنطقتين اللي بره دول هو الباقي من ده اللي هو 13.25%. بمعنى اخر ان الاحتماليه من هنا اهو من عند اكس نود لانفينيتي نص ال 13.25%، من ناقص اكس نود لناقص انفينيتي نص ال 13.25%. هنحتاج معلومة رياضية لطيفة، قصة الايجن فاليو بروبلم. تطلع الايجن فاليو بروبلم ده فرع في الرياضة مشهور خالص خالص، القصة بتاعته باختصار انه في نوع من المسائل بيبقى فيها عندي حاجة اسمها الاوبريتور المعامل، هنرمز له هنا بالرمز الفا كاب. المعامل ده انا بأثر بيه على فانكشن، على دالة اسمها اف، وبينتج من هذا التأثير إن أنا بلاقي كونستانت بيظهر لي هسميه ألفا مضروب في نفس الفانكشن اسمها إف. لو طلع المنظر ده عندي دي بنسميها ايجن فاليو بروبلم، إن الأوبريتور ده أهو الأوبريتور ده أهو أثر على الفانكشن دي، ساعتها بنسميها ايجن فانكشن، ونتج من ذلك التأثير نفس الفانكشن تاني اللي هي الايجن فانكشن إف بس مضروبة في كونستانت، ده بنسميه الايجن فاليو، بيبقى الأوبريتور هو نظير الايجن فاليو. كلمة ايجن دي كلمة ألماني معناها كاركترستيك بالإنجليزي أو خاصية أو ذاتية بالعربي، والقصة دي كده مش باينة كده بالشكل العام. خلينا ناخد يعني أي مثال يوضح. فلو قلت مثلا دي 2 باي دي اكس سكوير، ده الألفا كاب بتاعي أو الأوبريتور، دخلته على فانكشن اسمها إبساي قيمتها إي أس 2 إكس، يحصل إيه؟ الالفا كاب في ابساي في الحاله دي، ادي الالفا كاب اللي هو الاوبريتور دي 2 باي دي اكس سكوير مضروب فيه او داخل بيأثر على ابساي اي باور 2 اكس، يطلع لي في الاخر 4 في اي باور 2 اكس او 4 ابساي. الاقي هنا ان الاوبريتور اثر على الفانكشن طلع لي كونستانت في نفس الفانكشن، ده الشكل العام بتاع الايجن فاليو بروبلم.
ويبقى الاوبريتور هو دي 2 اكس بعد اكس سكويرد، الايجن فانكشن اللي هي ابساي اي باور 2 اكس، والايجن فاليو 4. كويس، ده كلام جميل. تعالى هنا ناخد مثلا ابساي بالشكل ده مثلا. هو بس يمكن كنت محتاج اقول نقطه انه ممكن مثلا ايه لو انت عندك فانكشن تانية ما يحصلش فيها الشكل ده، يعني زي ايه؟ يعني هل كل البروبلمز اللي عندنا ايجن فانكشن؟ مش بالضروره، يعني مثلا نفترض انه ابساي هنا بدلتها في هذه المساله هي نفس الشغلانه، بدلتها بساين 5 اكس مثلا، فدي 2 باي دي اكس سكوير ساين 5 اكس هيطلع لي كام؟ اول تفاضل يديني 5 كوزاين، وتاني تفاضل هيطلع لي سالب 5 في 5 ساين سالب 25 ساين. فتلاقي ان طلع لك نفس الفانكشن تاني، ابتديت بساين 5 اكس هيطلع لك ساين 5 اكس، بس بدل الاوبريتور دي 2 باي دي اكس سكوير هيبقى مضروبه الفانكشن في سالب 25. كويس، بس لو كان تفاضل واحد بس، لو كان دي ابساي دي باي دي اكس مثلا دخلت على ساين اكس ساين 5 اكس مثلا، فدي باي دي اكس ساين هتديك حاجه مضروبه في كوزاين. هل انا حافظت على نفس الشكل الفانكشن؟ يعني فضل عندي ساين؟ الاجابه لا. الاوبريتور ده دي باي دي اكس دخل على ساين 5 اكس طلع لي 5 كوزاين 5 اكس. اذا دي مش ايجن فاليو بروبلم، لان انا دخلت باثر على الساين طلع لي كوزاين. لا، الايجن فاليو بروبلم ان انا بحافظ على نفس الفانكشن. ده نوع في الرياضه كده مفيد في الشغل بتاعنا هيجي بعدين. الابساي ممكن احطها بالشكل ده مثلا، الشكل ده يطلع ايه؟ ده واحد من اشكال بتاعت الويف ايكويشن. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان اي ويف في الدنيا بتفولو السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي احنا عارفينها، اللي هي تفاضل مرتين الويف كان مسمينها مثلا واي لما كنا بنراجع في الجزء الاولاني، بالنسبه لاكس تربيع بيساوي السرعه واحد على السرعه تربيع في التفاضل مرتين بالنسبه للزمن. المعادله التفاضليه للسكند اوردر دي الديفرنشال ايكويشن من الدرجه الثانيه ليها حلول كتير. يعني ممكن تبقى الواي هي فانكشن في اكس وتي، شكل الفانكشن ده ساين، او يعني زي ما قلنا كده المعادله المشهوره بتاعت الموجه واي بتساوي اي ساين اوميجا تي ناقص كي اكس مثلا، او كوزاين اي كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس، او احد برضو الاشكال بتاعت الحلول اللي بتفت او بتركب جوه السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن الجنرال بتاعت اي في الدنيا هذا الشكل. الشكل ده شكل اكسبوننشال فانكشن. الشكل بتاع الاكسبوننشال فانكشن ده فيه ايه؟ مش ساين ومش كوزاين، هو فيه اي باور اي، حيث اي مين اي ده؟ اي ده العدد او الرقم المركب اللي هو جذر سالب واحد. فانا عندي دلوقتي اي في اي باور سالب اي، ايه الكلام الكبير ده؟ اي على اتش بار تي ناقص بي على اتش بار اكس، ايه الكلام ده؟ لو نفتكر شكل الويف ايكويجن العادي اللي احنا عارفينه واي بيساوي مثلا اي كوزين اوميجا تي ناقص كي اكس، الاوميجا دي احنا عرفنا قبل كده انها مين؟ الاوميجا دي اللي هي 2 باي في الفريكونسي، اللي هي شايله جواها معلومه الانرجي. انا عارف ان الانرجي بتساوي اتش اف اف، والاتش اف اف انا ممكن اكتبها اتش بار في اوميجا، حيث قسمت على 2 باي فطلع اتش بار، وضربت في 2 باي فالفريكونسي بقى اوميجا. يعني الانرجي اللي هي بتساوي اتش اف ممكن اكتبها اتش بار في اوميجا. كذلك المومنتم اللي هو بيساوي اتش على لامدا انا ممكن اقسم على 2 باي واضرب في 2 باي، في اتش على 2 باي تبقى اتش بار، و2 باي على لامدا تبقى كي. يبقى بكتب البي بدل ما هو اتش على لامدا اكتبه اتش بار في كي. لو خدت بقى الشكل ده يبقى الاوميجا اللي هي جوه الويف ايكويجن بتساوي اي على اتش بار، والكي البروباجيشن كونستنت اللي جوه الويف ايكويجن بيساوي مومنتم على اتش بار. فهي الفكره دلوقتي فين؟ ان الويف ايكويشن سواء كان ساين اوميجا تي ناقص كي اكس او كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس او اي باور سالب اي اوميجا تي ناقص كي اكس، ده برضو احد الاشكال المقبوله للويف. ليه احد الاشكال المقبوله؟ لان انت لو خدت ده وعوضت بيه في المعادله سكند اوردر ديفرنشال اللي هي تفاضل مرتين اكس وتفاضل مرتين تي هتلاقيها تتحقق. فبالتالي الشكل ده انا ممكن استعمله، ممكن استعمل فيه بقى اوميجا تي ناقص كي اكس هنا في الاكسبوننشال، واشيل الاوميجا واحطها اي على اتش بار، واشيل الكي واحطها بي على اتش بار، يطلع المنظر كده. طيب هو انا امتى بستعمل الساين وامتى بستعمل الكوزاين وامتى بستعمل الاي باور سالب اي؟ ما اعرفش الكلام الكبير ده. هي كلها حلول رياضيه مقبوله، كلها صحيحه، لان كلها بتعبر عن نفس المعادله السكند اوردر ديفرنشال بتاعه الموجات،
ولكن رياضيا تبدو ان دي اسهل في حالات، وتبدو ان الساين والكوزاين اسهل في حالات. فاحنا هنميز في الحلول امتى استعمل الشكل ده كحاله للمعادله بتاعه الويف اللي هي سكند اوردر ديفرنشال، وامتى استعمل ساين او كوزاين قدام شويه. بس احنا دلوقتي بس بنسخن يعني. فهي الفكره دلوقتي ايه؟ ان الابساي دي شايله جواها معلومتين، الاوميجا والكي. اوميجا يعني انرجي على اتش بار، وكي يعني مومنتم على اتش بار. لو فكرت ان انا عايز اسحب المومنتم بره الابساي، فانا هحتاج ان انا ادخل عليها اوبريتور اسمه اتش بار على اي في بارشل باي بارشل اكس دي. لان انا لو خدت البتاع ده اهو واثرت بيه على الابساي، بارشل باي بارشل اكس ينزل لي ايه؟ ينزل لي سالب اي في سالب بي على اتش بار، يعني ينزل لي اي في بي على اتش بار. لو ضربتها في اتش بار على اي يتبقى لي بي. بمعنى اخر، الاوبريتور بتاعي اللي انا هستعمله هنا اتش بار على اي بارشل باي بارشل اكس، لو دخل على الابساي يطلع لي المومنتم مضروبه في الابساي، وبالتالي الجدع ده اهو مضروب في الفانكشن طلع لي، او بيأثر على الفانكشن طلع لي كونستنت مضروب في الفانكشن. ده شكل ايجن فاليو بروبلم، لان انا محافظ على نفس الفانكشن. اللي قبلها هنا اسمه اوبريتور، واللي قبلها هنا اسمه كونستنت. الاوبريتور والكونستنت لو احنا فاكرين في الشكل العام احنا كتبناها الفا كاب والفا، فهنا بي كاب وبي بالكاب ده الاوبريتور من غير ده الايجن فاليو. نفس الفكره، انا لو عايز اسحب الانرجي بره انا ممكن اثر باوبريتور اي اتش بار بارشل باي بارشل تي. اشمعنى؟ لان بارشل باي بارشل تي هينزل لي من هنا سالب اي اي على اتش بار، لو ضربتها في اي اتش بار، اتش بار تروح مع اتش بار، اي في سالب اي يديك واحد، اي في سالب اي يديك واحد. وبالتالي الاوبريتور اللي اسمه اي اتش بار بارشل باي بارشل تي لما يأثر على ابساي يطلع منها اي ابساي. فالبتاع ده اهو هنسميه الانرجي اوبريتور. ليه انرجي اوبريتور؟ لانه لما يأثر على ابساي يطلع منها الاي الانرجي. وبالتالي الاوبريتورز دي من الحاجات اللي انا هستعملها كتير قدام. فلما يكون عندي فانكشن اسمها ابساي وعايز اسحب منها المومنتم، هيبقى استعمل اوبريتور اسمه الاوبريتور المومنتوم اوبريتور، ولما اكون محتاج الانرجي هسميها الانرجي اوبريتور. الانرجي اوبريتور ليه اسم تاني اسمه الهاملتونيان، هيعدي علينا قدام. القصد ليه احنا عملنا كل الصداع ده؟ لان انا قدام هحتاج، يعني احيانا هيكون عندي في معادله رياضيه المومنتوم مضروب في ابساي. كويس، في المعادله الرياضيه اللي هتظهر لي كمان شويه المومنتوم مضروب في ابساي ده يمكن معرفوش، معرفش المومنتم ده بكام، بس ستيل انا ممكن ابدله رياضيا بالاوبريتور مضروب في ابساي او الاوبريتور بيأثر على ابساي. الاثنين دول انترتشينجبل. يعني ايه انترتشينجبل؟ يعني انا ممكن لما اكون مزنوق في المعادله بي ابساي ابدلها ببي مومنتم ابساي، الاثنين ايكوفالنت لبعض. او العكس، لو كان عندي بي اوبريتور بيأثر على ابساي وعندي مشكله معاه ابدله بالايجن فاليو بي مضروبه في ابساي. الاثنين دول انترتشينجبل او يخشوا مطرح بعض. هيبان هنحتاجهم فين حكايه الايجن فاليو والايجن فانكشن والقصص دي. ايه موضوع الاكسبكتيشن فاليو بقى؟ الاكسبكتيشن فاليو القيمه المتوقعه. نفترض جدلا انه انا عندي مسألة فيها عناصر كتير، يعني مثلا نفترض إن في مثلا 100 طالب في مدرج، وفكرنا إن إحنا نحسب متوسط طول الطالب مثلا يعني. فقلنا للطلبة اللي أطولهم 170 سنتيمتر مثلا قوموا وقفوا، فلقيت في 10 واقف، فيبقى أنا هسجل عندي 10 طلبة فيهم يعني كلهم أطولهم 170 سنتيمتر. قلنا للطلبة مثلا اللي في المدرج اللي طوله 175 سنتيمتر قوم يقف، فلقينا مثلا في 20 طالب. اللي طوله 180 سنتي لقينا 10 طالب، اللي طوله 160 طلع 20 طالب، وهكذا. ازاي احسب القيمه المتوسطه للاطوال دي؟ بسيطه، هي اجمع كل الاطوال واقسم على عدد الناس. اللي هيطلع لي ده اسمه القيمه المتوسطه. القيمه المتوسطه دي هي اكثر القيم اللي بتعبر عن السيستم بشكل معقول. يعني انا لو حبيت اعبر عن السيستم ده اللي هو مجموعة من الطلبة قاعدين في مدرج أطوالهم كام،
انا هحسب حاجه اسمها القيمه المتوسطه، وتبقى دي القيمه المتوقعه. يعني ايه؟ يعني المجموعه دي على بعضها كده الافريج بتاعها طلع مثلا 172 سم. يبقى انا اتوقع انه انا لو جيت ابص على طلبه بشكل راندوم غالبا هلاقي القيمه 172 غالبا، او ممكن استبدل المجموعه دي كلها، بمعنى اخر استبدل المجموعه دي كلها بدل 100 طالب اطوالهم مختلفه اجيب 100 طالب كلهم ليهم نفس الطول 172 مثلا، يبقى دول ايكوفالنت لدول. فالقيمه المتوقعه او الاكسبكتد فاليو هي القيمه اللي انا انتظرها من هذا السيستم. يعني انا انتظر من السيستم اللي انا بدرسه ده اداء معين، بيرفورمانس معين. الاكسبكتد فاليو اللي استناها من السيستم هي ايه؟ هي الافريج فاليو بتاعته. طيب بنحسب الكلام ده رياضيا ازاي؟ الافريج فاليو او الاكسبكتد فاليو بنرمز لها بالرمز ده، الاثنين براكتس او الاثنين قوسين المثلثين دول، افريج بتاع اكس بيساوي ان 1 اكس 1 زائد ان 2 اكس 2 زائد ان ما اعرفش كام لحد ان ام اكس ام على ان 1 زائد ان 2 لحد ان، حيث ان ده عدد الناس واكس ده الفاليو اللي هي الطول بتاع الشخص. يعني عندي 10 طلبة يبقى ان 1 ب 10 اطوالهم 170 سنتيمتر كل واحد، يبقى اكس 1 دي 170 سنتيمتر. عندي 20 طالب يعني ان 2 ده ب 20، كل واحد طوله 175 سنتيمتر، يبقى اكس 2 ده 175 وهكذا. مجموع الانات اللي تحت ده مجموع عدد الناس. ممكن بقى افصل المعادلة دي اكتبها ازاي؟ ان 1 لوحدها مقسوم على اعداد الناس مضروب في اكس 1 بلس ان 2 مقسوم على مجموع عدد الناس في اكس 2 وهكذا. دي هي دي ان 1 مقسوم على المجموع الكلي، ده يديك الاحتماليه اللي اسمها بي 1. يعني مثلا افترضنا ان عدد الناس كلهم المجموع اللي هو في المقام تحت ده 100، وانا عندي 10 اطوالهم 170 سم، فالعدد ده 10، 10 على 100 يديك 10 من 100، يعني probability احتماليه 10%. ان 2 ده مثلا نفترض عندي 20 طالب اطوالهم 175 سم، يبقى انا عندي 20% من الطلبه او الاحتماليه يعني 20% الاقي الطول اللي اسمه 175 سم وهكذا. فبالتالي المعادله دي هتنقلب الى probability في value زائد probability في value زائد probability وهكذا. اكيد اكيد مجموع probabilities ده بيساوي 1، يعني لو جمعت p1 زائد p2 زائد p كذا كذا لحد pm ده هيطلع عندي 1، اللي هو مين يعني؟ اللي هو ان 1 على المجموع زائد ان 2 على المجموع زائد ان 3 على المجموع، هيطلع ان زائد ان زائد ان على ان زائد ان زائد ان، يطلع المجموع في الاخر 1. أعبر عن الكلام ده بين الـ expected value أو الـ average value هي summation probability value، من أول قيمة value الـ value نمرة 1 لحد الـ value نمرة n، عندي عدد m من الـ values، m من الأطوال مثلا. بنفس الأسلوب بقى نروح للـ quantum mechanics. لو أنا عايز أحسب الـ average position الـ average x متوسط المكان للالكترون مثلا، في وانا قلنا قبل كده ان في حاجه اسمها هايزنبرج انسرتينتي برنسبل، وان انا ما اقدرش احدد القيمه بشكل دقيق 100%. فبالتالي انا هتعامل مع الموقع بتاع الالكترون كما لو كان اكسبكتد فاليو، انا اتوقع يكون فين اكبر احتماليه، لكن انا ما اعرفش هو فين بالظبط. فبنفس الاسلوب انا لقيت ان الاكسبكتد فاليو هي سمشن حاصل ضرب البروبابيلتي في القيمه اللي انا بدرسها. عندنا في الكوانتم ميكانكس هتبقى البروبابيلتي هي مودلس ابسيلون تربيع، وبالتالي العلاقه اللي فاتت اللي هي السمشن دي اللي هي سمشن probability value هتبقى بالمنظر ده، بدل summation يبقى integration، لان انا بجمع قيم كتير قوي. لما نفترض ان انا بدرس منطقه من نقطه x بتساوي 1 لنقطه x بتساوي 2 مثلا مايكرومتر مثلا، يعني في كام نقطه من x بتساوي 1 مايكرومتر ل x بتساوي 2؟ عدد لا نهائي من النقط، وبالتالي السمشن بتاعي هو summation على عدد لا نهائي من النقط. السمشن لما يكون عدد النقط اللي عندي لا نهائي هو الانتجريشن، وبدل probability هيبقى مودلس ابساي تربيع، وبالتالي يبقى الاكس الاكسبكتد فاليو بتاعت الاكس هي انتجريشن الاكس اللي انا بدور عليها في probability، وبالتالي يبقى شكل الاكسبكتد فاليو يطلع بالمنظر ده. ده كلام كويس. مودلس ابساي تربيع انا ممكن احطها بالشكل بتاع ابساي كومبلكس كونجكت او المرافق العددي يعني، وابساي دي هي دي ما جراش حاجه. طب افرض انا عايز ادرس القيمه الاكسبكتد لفاليو تاني مش بس البوزيشن اكس، مثلا مومنتم او انرجي او سبيد او اي حاجه، اطلع بقى الافرج بتاعها ازاي؟ لو انا عايز الافرج بتاع حاجه هيبقى الافرج بتاع الحاجه دي اللي اسمها جي ان جنرال يعني هو انتجريشن الجي مضروبه في مودلس ابسيلون تربيع دي اكس، او انتجريشن وابدل بقى الشكل ده مودلس ابسيلون تربيع افكه بابساي ستار مضروب في ابساي.
طب كويس، فين الأزمة؟ الأزمة إن لو حبيت مثلا أحسب مومنتم بتاع P، هل عندي فانكشن أحطها هنا اسمها P of X عشان أعرف أجيب الأفريج؟ مفيش. الـ P of X اللي أنا هحطها هنا عشان أجيب الأفريج بتاع الـ P ده فانكشن غير معروف. ليه غير معروفة؟ لأنها لو كانت معروفة ده هيتناقض مع هايزنبرج Uncertainty Principle. يعني ما أقدرش مثلا أقول إن الـ P مثلا بتساوي 5 X ناقص 3 مثلا، علاقة الـ P بالـ X بقى علاقة واضحة ومحددة. لأن لو كان ده صحيح كنت أقول لو P X، لو P of X يعني function of X بتساوي 5 X ناقص 3، طب ما هو عند X بواحد هتبقى قيمة المومنتم 5 في 1 ناقص 3 يعني 2. طب كده أنا عرفت المومنتم بالظبط، وده مش متاح مش مقبول. وبالتالي هنيجي هنا في هذه المعادلة، لو أنا عايز أحسب الأفريج بتاع المومنتم مش هلاقي الفانكشن اللي اسمها مومنتم اوف اكس اللي احطها هنا. وهنا يبان فكرة بقى ليه احنا استعملنا الايجن فاليو بروبلم. بص على المنظر ده، لو انت بي اوف اكس في ابساي انت ما تعرفهاش، مش ممكن نبدل بي في ابساي نبدلها بانها اوبريتور بتاع بي في ابساي؟ ينفع. وبالتالي بقى انا اتصرفت كده في هذه المعادله. نفس الكلام في الانرجي، ما اقدرش اعرف الانرجي كفانكشن في البارامترز الثانيه اكس واي زد وتي بالظبط، وبالتالي انا ما اقدرش احط هنا فانكشن تعبر عن انرجي واعمل انتجريشن والدنيا لطيفه وطلع افريج انرجي. لا ما اقدرش، انا ممكن ابدل الانرجي في الابسايد بالاوبريتور بتاع الانرجي مضروب في الابسايد وساعتها نتفاهم يعني. وزي ما اتفقنا الاوبريتورز دي بي كاب واي كاب هم الاوبريتورز دول، فبالتالي لما احب اتعامل مع افريج بي ابدل البي بمومنتم بي مضروب في ابساي، لان مومنتم بي في ابساي هي بي في ابساي، هي الاثنين ايكوفالنت لبعض. يبقى منظر المعادله كده اهو، يبقى منظر المعادله كده اهو. ولما احب اجيب الافريج بتاع الاي ابدل اي ابساي بالاي كاب ابساي، ويبقى بدل الاي كاب هو اي اتش بار فرش فرش تي، تبقى المعادله بالمنظر ده. يعني خلي بالك الاشياء المحطوطه هنا بتقول لك بس يعني ده شكل مكلكع رياضيا، احنا يعني هنتضايق شويه واحنا بنحل الكلام ده، بس هنزعل شويه يعني. فبالتالي يعني القصد ان الافريج بتاع البي هيبقى انتجريشن اكساي ستار بي كاب اكساي دي اكس. الاخطاء الكتير اللي بتحصل ايه؟ ان واحد يجي يعملها كده البي كاب في ابساي بساي ستار، يعني الترتيب يغيره يعني ما يبقاش الترتيب ده. طبعا لو غير الترتيب يحصل حاجه، لان البي كاب ده ما هوش مجرد رقم موجود جوه المعادله، ده معامل، ده فاكت، ده اوبريتور، يعني ده تفاضل. التفاضل لازم تحتفظ بيه في المكان الصح بتاعه، ما ينفعش تغيره في حته تانيه، لان انت لو غيرت حته تانيه انت بتفاضل حاجه تانيه. يعني مثلا انت لو جبته بدري هنا، لو جبته بدري ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اتش بار على اي بارشال باي بارشال اكس، ده مطرح المومنتوم اوبريتور، وادي الباقي اللي هو ابساي ستار ابساي، وبالتالي هيطلع عندي المنظر ايه؟ تفاضل بالنسبه للاكس للاثنين ابسايات دول، انا مدخله على الاثنين ابسايات الابساي والابساي ستار. الكلام ده لو انت عملت له انتجريشن تكامل بتاع تفاضل حاجه بالنسبه للاكس دي اكس هيطلع لك الحاجه دي. يعني لو قلت تفاضل بارشال اف باي بارشال اكس دي اكس كما لو كنت بتقول تكامل دي اف، تكامل دي اف بيطلع اف رياضيا. وساعتها هتروح حاطط بقى حدود تكامل ناقص انفينيتي لانفينيتي، وانا عارف ان مودلس ابساي تربيع لما اعوض فيها بانفينيتي وسالب انفينيتي لازم تكون بتقفل على زيرو عند الانفينيتي، تطلع النتيجه هنا صفر. القصد احنا مش هنستعمل ده كله، كل ده بس مجرد نموذج للحاجه الغلط اللي احنا المفروض ما نستعملهاش يعني. كمان ما ينفعش تاخره خالص تحطه ورا الابسايات، يعني الافريج بتاع البي تحطه، سوري الاوبريتور بتاع البي تحطه قبل دي اكس، انت كده بتفاضل دي اكس بالنسبه لاكس، ده كلام فارغ يعني، ده عك رياضي يعني. فبالتالي انت لازم تحافظ على الموقع بتاع المومنتم اوبريتور او الانرجي اوبريتور قبل كده. لو كنا بنتعامل، لو كنا نعرف يعني الفانكشن نفسها، يعني لو كنت عرفها المومنتم ده كقيمه، القيمه نفسها مش مهم تحطها فين، في الاول خالص في النص في الاخر مش مهم، لكن لما تبدلها بالاوبريتور بتاعها، الاوبريتور ده تفاضل وبالتالي لازم مكانه يظل مكان صحيح، والمكان الوحيد الصحيح اللي يخش فيه التفاضل مطرح القيمه هو ان يكون قبل الايجن فانكشن ابساي. يعني جي في ابساي هي جي كاب في ابساي، لكن اي حاجه تانية لا ما تنفعش. وبناء على كل ما تقدم يعني هنبتدي نتكلم مع شروتنج